ترأس الأب إياد بدر كاهن رعية اللاتين في الزرقاء رتبة صلاة درب الصليب التي تقام أسبوعياً في زمن الصوم الأربعين المقدس، استذكاراً لدرب آلام الرب يسوع المسيح، بمشاركة الشدياق سمير الشوملي والراهبة رانيا خوري والمرتل ساندرو أبو خضر والعازف رجاء قدح. وقد تلت القراءات مارسيل عماري، وذلك في أجواء روحية خشوعية وتأملية، حيث قدم كاهن الرعية الصلاة لأجل الخلاص من وباء كورونا وشفاء المرضى ورحمة جميع المنتقلين إلى الحياة الأبدية. كما اتسمت التأملات بصبغة حزينة خيمت على تلك الرتبة الآلامية، بينما كان خدام الهيكل يسيرون بالصليب المقدس والشموع أمام مراحل تلك الرتبة في 14 مرحلة. ارحمنا يا رب، ارحمنا. يا يسوع أطيب الوقود أمام نعشك، أمام قبرك جئنا لنبكي يا الآثام. ارحمنا أنت يا رحيم، واغسلنا بالدم الكريم، بدد ظلامنا، قوي إيماننا بجاه فضلك العظيم. المرحلة الخامسة عشرة، نتأمل يسوع قائما من بين الأموات. إن المسيح قد قام من بين الأموات، وبموته داس الموت ووهب لنا الحياة، لنصلي. أيها الرب يسوع المسيح، نشكرك من صميم القلب على أنك أتحت لنا أن نقضي هذا الوقت في تأمل آثار آلامك. هب لنا أن تستمر في حياتنا مفاعيل هذه الآلام، وأن يتحقق في كل واحد منا الخلاص الذي استحققته لنا بموتك وقيامتك. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين.